ألغت مفوضية الانتخابات استخدام الأقلام في التصويت بالانتخابات واستبدالها بختم إلكتروني في التأشير بورقة الاقتراع. وقال الناطق باسم المفوضية كريم التميمي إن القرار جاء لحماية العملية الانتخابية من التزوير، حيث ستزود محطات الاقتراع بأقلام إلكترونية تستخدم في التصويت، مبينا أن الناخب سيؤشر في القلم الإلكتروني بعلامة الدائرة والتي تحوي شعار المفوضية على ورقة الاقتراع.